ايش انواع الروتري اكتويترز اللي متوفر عندنا؟ انا طبعا الدي سي من اشهرها الدي سي. هلا الدي سي نوعين او بشكل رئيسي بنقسمهم اول شيء لرش وبرشز. اوكي، المشكله الاساسيه، ايش المشكله الاساسيه الديسادفانتج الرئيسي في الدي سي موتورز؟ الميتنس خصوصا البرش. انا البرش مشكلته فيه كوميتيترز، كوميتيتر سيجمنتس، وعندنا برشز. هاي المشكلة الأساسية في الدي سي موتور. الكوميتيترز اللي منكم بتذكر الدي سي موتور، طرف الشاف تبع الدي سي موتور رح يكون في عليه هدول السيجمنتس. اللي راح يكون مثبت عليهم هون البرش، وفي عليها زنبرك حتى تدفشوا، كمان راح يكون في برش من الجهه الثانيه. اذا بتطلعوا على نهايه الشاف تبع الدي سي موتور محل ما طالع الاكسل تبعه من هون، وهو الدي سي موتور بلف، راح نلاقي في مكان معين او جزء معين اسمه الكوميتيتر سيجمنت. سيجمنت معناها قطع، فهدول القطع اللي موجودين هون سيجمنتس، كوميتيتر سيجمنتس. والكوميتيتر هو بيسمح التيار انه يعكس اتجاهه في الاسلاك المختلفه، وهو المحرك عماله بلف. لكن كمان انا بدي اخذ كونكشن من الكوميتيتر سيجمنت من شيء روتيشنال لشيء كونستنت لشيء ستيشنري، فلذلك بنستعمل البرشز. البرش من ايش معموله؟ من جرافايت، اللي هو نوع من انواع الكربون برشز. والجرافايت سوفت ماتيريال، لما بحط سوفت ماتيريال على هارد ماتيريال اللي هي الكوميتيتر سيجمنت اللي هي معدنيه، ايش راح يصير مع الوقت؟ مع الوقت مع الجرافايت راح تنهي زي قلم الرصاص. لما تصير تطلع قلم رصاص هي نفس الماده، الجرافايت ماده موصله. الزمرك بضل يدفش هاي البرش على الكوميتيتر سيجمنت لحد ما عند نقطه معينه لازم ينعمل لها صيانه. الان ببرش القديم وبحط برش جديده فيها جرافايت اكثر. هلا المشكله هدول، هاي طبعا راح يصير في عندي شرار هون، راح يصير في سباركس عند النقطه هاي، راح يصير في وير على الكوميتيتر سيجمنت، وراح يصير في وير على البرشز. اذا من المين ديس ادفانتج للبرش دي سي موتورز هي الكوميتيتر والبرشز والمينتننس تبعه. البرشلس دي سي موتورز بيستخدموا هول افكت سنسرز، اللي ماخذين هلا ترانسديوسرز عمالنا نحكي عن هول افكت سنسرز. البرشلس بيستخدموا هول افكت سنسرز بحيث انه يعرف امتى يعمل سويتشنج، فما بحتاج يستخدم كوميتيتر سيجمنتس وبرشز. بختلف المبدا العمل باستعمال هول افكت سنسرز للبوزيشن حتى اعمل. لكن عاده البرشلس موتورز، ما فيش برشلس موتورز حجمها كبير، معظم احجامها صغيره ولها سرعات عاليه، بتستخدم في الاشياء اللي بتلف على سرعه عاليه 10000 ار بي ام 20000 ار بي ام. هلا البرشت دي سي موتورز بنقسمه كمان لبيرمننت ماجنت، وهذا اللي صار شائع الان. بيرمننت ماجنت او الكترو ماجنت، اللي هو عشان الفيلد. حتى اعمل فيلد اكسايتيشن في الدي سي موتور بدي استخدم يا اما بستخدم بيرمننت ماجنت، فبكون عندي ماجنتزم دائم موجود في هذا المحرك، وهذا طبعا صار ممكن يعطيني فلكس عالي، ماجنتيك فلكس دنسيتي بي عاليه، باستخدام شيء اسمه رير ايرث ميتالز. الرير ايرث ميتالز بيقدر يعطيني ماجنتيك فلكس عالي اللي هو بي في داخل هذا المحرك. فبكون عندنا الدي سي موتورز تيرمت ماجنت دي سي موتورز عندنا هون راح يكون هي تيرمت ماجنت. اذا كان فرضا 4 بول راح يكون عندي 4 بولز هون، نورث ساوث نورث ساوث. هذا بكون بيرمننت ماجنت، الماده هاي بيرمننت ماجنت. احد المواد مثلا اللي منتشره جدا نيودينيوم. نيودينيوم احد الرير ايرث ميتالز اللي موجوده هون، ماده متوفره بكثره بس استخراجها والحصول عليها صعب. هاي صارت هي اللي طاغيه على معظم البيرمننت ماجنت موتورز اللي موجوده هون. هذا طبعا كونه هذا بيرمننت ماجنت ما بحتاج احط حواليه الكترو ماجنت. لو بدي احط عليه الكترو، لو انه الكترو ماجنت بدي اضطر احط عليه كويل وامرر فيه الكرنت حتى يعطيني الفيلد. هلا نذكر نفسنا، ليش بدي بيرمننت ماجنت او الكترو ماجنت؟ اي كومبوننت بعطيني من الموتور افكت؟ بي اللي هو بي اس الماجنتيك فلكس.
الكرنت عندي راح يجي كرنت هيو عن طريق البرشز راح يمر كرنت هي اعطاني هذا الكومبوننت والبي هي الموتور افكت اليد اليسرى والبي راح يجي عن طريق يا اما بيرمنت ماجنت يا اما الكترو ماجنت ايش راح ينشا عندي راح ينشا اول شيء فورس على كل كوندكتر ومجموع الفورسز هذول لما بضربهم في الديستنس راح يعطوني تورك على المحرك يا يعني بيكون طبعا الكترو ماجنت واذا كان الكترو ماجنت ممكن يكون مثلا سيريز او شنت او كومباوند او سيبريتلي اكسايتد اوكي هذول الاوبشنز الاربعه دي سي موتورز ممكن اجيبها باحجام كبيره ممكن اجيبها ب 50 كيلو وات 100 كيلو وات في احجام كبيره من الدي سي موتورز والان بوجود البيرمننت ماجنت كمان صار بامكاني اجيب دي سي موتورز سترونج دي سي موتورز باستعمال بيرمننت ماجنت بوفر ما بحتاج اني استعمل الكترو ماجنت منه اذا هذا جزء بالنسبه للدي سي موتورز الادفانتج الاساسي للدي سي موتورز large power, high torque. Easy to control. ممكن تعطيني كمان high starting torque. فالدي سي موتور لو رسمنا speed torque curve تبعه، speed torque curve تبعه إذا high speed وهذه torque. إذا كان مثلا separate excited أو permanent magnet. العلاقة ما بين السبيد والتورك خط مستقيم زي هيك فات لو سبيدز بيقدر يعطيني هاي ستارتنج تورك عشان بعطيه عشان بس طبعا مشكلته احد المشاكل الاساسية اذا كان مثلا في برشز احد مشاكله مشاكل البرشز والكوميتيتر سيجمنتس ماشي هذا الجزء الأول بالنسبة للدي سي موتورز